بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنعرف النهاردة إزاي نقدر نستخدم برنامج أنسيس وورك بنش لعمل موديلنج الكاميرا خرسانية سيمبل بي. باختصار هنضغط على ستاتيك ستراكشرال، بعد كده هيظهر عندنا الشكل اللي احنا شايفينه ده. هنختار أول حاجة اللي هي جيومتري، تظهر قدامنا الشاشة اللي احنا شايفينها دي اللي هي ديزاين موديلر. طيب هنبدأ الأول نرسم سكتش في الإكس واي بلان، وبعدين نعمل له اكسترود عشان يدينا اللي هو بقية جسم الكاميرا. بعد كده هنبدأ نعرف أربع أسياخ حديد تسليح. نعمل كده ازاي؟ أول حاجة هنخش في قائمة، هنخش هنضغط على الإكس واي بلان، وبعدين هندوس على سكتش، هنرسم ريكتانجولر بكل بساطة، وبعدين هنيجي في قائمة دايمنشن، هنروح ضايفين 2 دايمنشن رأسي أفقي. هنيجي على الرأس هنديله ارتفاع وليكن 500 ملي، وهنيجي على الأفقي نديله 200 ملي. بعد كده هرجع للموديلنج تاني، هضغط على الإكس واي هلاقي السكتش بتاعي ظهر، هروح جاي دايس اكسترود، هدوس ابلاي عشان بكده اقول له ان انا بعمل اكسترود للسكتش رقم واحد. بعد كده هبدأ ادوس طول الكاميرا، هفترض ان طول الكاميرا وليكن 2 متر 2000 مليمتر، وهضيف كمان 10 سنتي شمال ويمين، بالظبط 10 سنتي شمال ويمين عشان البيرنج بليت، يعني كله هيبقى 2200. هدوس جنريت، هبص هلاقي الكاميرا اتكونت عندي بكل بساطة. الخطوة اللي بعد كده عايزين نضيف البيرنج بليتس وأسياخ التسليح. عشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنيجي على قائمة على الإكس واي بلان برضو. أنا أفضل إن احنا نرسم، ماشي نرسمه في الاكس واي بلان مفيش مشكلة. هنيجي على الاكس واي بلان وهنقول له، هنيجي نضغط على قائمة اد سكتش هنا، هنيجي نقف على السكتش الجديد اللي اتكون، وهنيجي في الاكس واي بلان. طبعا انا عشان اعمل بان بدوس كنترول، وبعدين الميدل بوتون بتاع الماوس. ادي الكاميرا عندنا هنا. طيب هاجي ابدأ ارسم ريكتانجولر عشان البيرنج بليت اهو. اي حاجة مش مشكلة. بعد كده هخش على الدايمنشنز، العرض هخليه 200، الطول هخليه 30 سنتي. بعد كده هعمل له اكسترود، اكسترود بكام تاني اهو، انا اقف عليه كده واروح اعمل اكسترود ابلاي، هعمل له اكسترود اكسترود ب 200 ملي، جنريت بالظبط كده. طيب هو دلوقتي عملهم لي كانهم جسم واحد. هاجي اضغط على الاكسترود الاولاني واقول له اد فروزن، والاكسترود التاني اقول له برضو على نوع الاوبريشن اد فروزن. اقول له كده جنريت، تمام. فاحنا كده عملنا البيرنج بليت اهو جسم لوحده. ممكن نختار فوليوم من هنا، ادي البيرنج بليت وادي الجزء التاني. طيب مطلوب ان احنا نحرك البيرنج بليت لغاية نهاية الكاميرا. نعملها ازاي؟ من قائمة كرييت هندوس باتر، وبعدين هنختار البيرنج بليت، وبعدين هختار الدايركشن اهو، وهنقول هنا تحرك مسافة سالب 2000، جنريت. اصبح عندنا جسمين الكاميرا وتحتيها 2 بيرنج بليتس.
مطلوب برضو اعمل بيرنج بليت عشان التحميل، نفترض انه في نص الكاميرا، يبقى اروح قايله كرييت باترن جديد وهعلم على ده كده. طيب انا محتاج اتحرك في اتجاهين، فهخلي نوع الباترن ريكتانجولار واختار الدايركشن الافقي اهو، والدايركشن الرأسي اختاره من هنا اللي هي الدايركشن 2 اهو. طيب نخلي بالنا في الاتجاهات، هيبقى كله كده بالسالب، فانا هقول له اعمل لي عند 1000 سالب 1000 وسالب 500 و30، هنقول له كده جينيريت. طيب ناتج عندي 4 اشكال زي ما احنا شايفين كده، احنا مش عايزين الاشكال دي كلها، يبقى هنعلم على ده وهنعلم على ده وندوس عليهم، نقول له سبريس سبريس بادي، خلاص يبقى كده اختفى كل حاجة، ما عادش عندي غير الـ3 أجسام المطلوبين. بعد كده هنبدأ نعرف سيخ تسليح، هنيجي على أي نقطتين ونرسم لاين من قائمة تولز، لاين فروم بوينت من قائمة كونسبت، لاين فروم بوينت. مش هلاقي هنا حاجة اسمها البوينت سيجمنت، هختار نقطتين اهمت، برضه هقول له اد فروزن. طيب بعد كده هعمل له باترن، اقول له جنريت. طيب هعمل له بعد كده باترن، اقول له كرييت باترن، ممكن بدل ما اختاره من هنا اضغط عليه تحت في الليسته اللي تحت دي، اوتوماتيك اخترته اهو. طيب بعد كده انا عايز احركه ايه، انا عايز احركه 50 في اتجاه اكس و50 في اتجاه واي، يبقى هحتاج ريكتانجولار باترن برضو اهوت، وبعدين هنا اهوت الاتنين بالسالب برضو، سالب 50 وسالب 50 بالظبط. هلاقي ناتج عندي في حاجة بالموجب المفروض اللي هو الأفقي، الأفقي هنخليه 50 بالظبط. طيب هيبقى ناتج عندي كده 4 أجسام كالعادة في الريكتانجولار باترن، هنختار أول 3 وهنسيب اللي في النص، وأروح قايل له كده إيه سابرس بادي بالظبط كده. طيب هو دلوقتي عايز كروس سيكشن للايه، للبيم، فهاجي من قائمه كونسبت واعرف كروس سيكشن، اختار سيركولر، هي خطوه روتينيه ملهاش علاقه بالشغل بتاعنا، وهاجي على اللاين بادي الاساسي خالص اللي احنا عملناه بالاول، هنقول له خد السيركولر 1 ده، هلاقيه اوتوماتيك حطه في كل الباديز الموجوده بعد كده. تمام، الخطوه اللي بعد كده بقى عايزين ناخد كابي من السيخ ده 4 مرات برضو، فالريكتانجولر باترن هيبقى كويس قوي لينا اهو. هنختار مش شايفينه، فمحتاجين نخفي الكاميرا دي، هنخفيها بامر هايد بادي هنا، هنقول له اختار كده ماشي، وبعدين نقول له شو بادي تاني. طيب الدايركشنز هختار الخط ده، وبعدين الدايركشن التاني هختار الخط ده. طيب دلوقتي انا عايز انسخها مسافة بالموجب في اتجاه الاكس كام، انا عندي عرض الكاميرا 200، خدنا 50 شمال و50 يمين، يبقى لي 100. طيب وعندي ارتفاع الكاميرا 450 500، خدنا 50 و50 يتبقى 400، خلو جنريت بس معلش، سالب 400 سالب 400 تمام. يبقى احنا كده قدرنا نعمل الكاميرا، وقدرنا نعمل بيرنج بليتس وسياخ التسليح وكل حاجة. هنضيف هندوس سيف طبعا، وبعدين المفروض نخرج. تمام، ونقفل ديزاين مودلر ده، وهنخش في الموديل.
تمام، ده الموديل شكله عندنا بالشكل ده كده. هنبدأ نخش في الجيومتري، هنبدأ نديها شوية أسامي. هخلي ده بيم، وهدي ده بليت وان، وهخلي ده بليت وان ماشي، وهخلي ده بليت تو، وأسمي دوت بليت ثري. وطبعا لاين بادي ده هنسميه بار وان، بار تو، تمام كده قدرنا نسمي الأجزاء كلها. طبعا خطوة التسمية دي خطوة روتينية مش ليها أهمية كبيرة. هنيجي بعد كده على الميشنج. أول حاجة هنعدل أوبشن مهم جدا في المش، هاجي على ادفانسد بعد ما اضغط على الجلوبال ميش هنا، جلوبال سيتنج هنا، اقول له الاليمنت ميت سايد نود هخليها دروبد، اختار دروبد، دبل كليك بتيجي دروبد على طول خلاص. وذلك لان سوليد 65 اللي هو الخاص بالخرسانه لا يوجد به ميت سايد نود خلاص، هو 8 نود اليمنت، فلذلك لازم ايه ندلت الحكايه دي. طيب بعد كده هنختار جلوبال سايز، اقول له مش، هقول له سايزنج هنا من قائمة مش سايزنج، او دوس كليك يمين هنا واقول له انسيرت سايزنج. هختار الاجزاء كلها، هختار هنا فوليوم، وبعدين اختار نوع الاختيار خليه بحجم، وبعدين اقول له ابلاي. اختار هنا 8 اوبجكتس، قال لي كده انه اختار 8 اوبجكتس. بعد كده هقول له الاليمنت سايز هختاره بكام، هختاره وليكن 50 ملي، واضغط ابديت هنا كده. تمام كده كويس قوي، قدرنا نعمل المش. لو ضغطت هنا كده هشوف المش بتاعتي. طيب لازم احافظ دايما على المش ان تبقى كل النقط بتاعت الحديد تبقى كونسايد مع النقط بتاعت الخرسانة ماشي، وده اللي حصل هنا كده اهو زي ما احنا شايفين. طيب الخطوه اللي بعد كده هاجي على الامر كونتاكت هنا، هلاقي البرنامج اوتوماتيك عمل لي 3 كونتاكت ريجونز خلاص، والنوع بتاعهم بوندد خلاص، يبقى مش محتاج اعمل ميرج للنود، هو اوتوماتيك عمل كونتاكت من النوع بوندد للبيرنج بليتس، البرنامج اكتشفهم اوتوماتيك. بس ما بيقدرش البرنامج يعمل كونتاكت امبيدد للسيخ جوه الخرسانه، ولذلك لازم نستعمل اكواد بديله. طيب نيجي حاجة تانية برضو، البرنامج ما بيقدرش يحدد سوليد 65، ما بيقدرش يعمل اساينمنت للبيم بسوليد 65 على طول، لذلك لازم نبدأ نضيف التعريفات ديت بالكود. فهضغط كليك يمين على البيم هنا واروح قايل له انسيرت كوماند. طيب في شوية اوامر انا مجهزها اهيت خلاص، الامر ده بيقوم بتعريف سوليد 65، وبعد كده بيتم تعريف ماتيريال ماشي زي ما احنا شايفين كده. طيب اهم حاجه اليونتس نبص عليها لازم تبقى متر ونيوتن، مليمتر ونيوتن خلاص، او تعدل خصائص الماتيريال اللي انت حاططها في الكود اوتوماتيك طبقا للماتيريال الجديده اللي انت عايز تستخدمها. طيب يبقى هنا عرفنا العنصر، وبعدين عرفنا الماتيريال الخصائص بتاعتها مختلفه. طبعا اي حد شغال انسز عارف الخصائص ديت، الاي والبوسو ريشيو والفاكتورز بتاعه الشير طيب معروفه في الانسز ممكن اي حد يشوفها في الهلب، والتنشن والكومبريشن سترينث بتاعه الخرسانه، وبعدين الريال كونستانت فاضي للسوليد 65. تمام كده تمام. بعد كده عندي الاربع اسياخ تسليح، عايز اعرف له انهم لينك 8 مش بيم اليمنت، لان الديفولت بتاع البرنامج انه بيستخدم بيم اليمنت. فهاجي هحط الكام سطر دول، هبدا اضيف، اقول له هنا انسيرت، هنا انسيرت،
تمام، عرفنا كده الاسياخ بتاعتنا كلها، حطينا له element type link 180، وبعدين ال pulse ratio ال e، وبعدين ال pulse ratio وال f yield 350، tangent modulus 200، واديته مساحة 200. طبعا المساحة دي هتتخطى المساحة اللي كانت موجودة في التعريف اللي قبل كده. احنا كده عرفنا الكاميرا، مش ناقصنا غير حاجة واحدة بس، اللي هي تعريف البوند ما بين الكاميرا والبيم، بين الأسياخ والكاميرا. تمام، هنيجي لازم نعرف حاجة اسمها نيمت سيلكشن انسيرت، من هنا كده انسيرت نيمت سيلكشن، وهنحط فيه الكاميرا. طيب الخطوة دي بتعمل ايه؟ وهنسميه ايه؟ نيمت سيلكشن ان ام بيم. طيب ان ام بيم ده هيقوم البرنامج بارسال الحاجات ديت للسولفر، وهو بيحل باساميها كده على اساس مجموعه فيها الاليمنتس اللي هي العناصر والنودز بتاعت الكاميرا. تمام، بعد كده هنعمل نيمت سيلكشن تاني للاسياخ بس. نيمت سيلكشن طيب ما عايزين نختار كل حاجة، فهنيجي نخفي الكاميرا كده، هايد بادي، وهنختار هاير نور اختيار لخطوط، ونخلي البوكس خلاص بقى كده 4 باديز، وهنقول له rename it selection underscore bars. خلاص هنلاقي هنا اوبشن في النيم سيلكشن اسمه send to solver، هنلاقيه لازم يبقى متفعل بيس. خلاص هنيجي نضغط هنا ونقول له show all buddies. طيب الخطوة اللي بعد كده عايزين نعمل حاجة نقدر نمسك بيها الحديد مع الخرسانة. طيب في كذا طريقة نقدر نعمل بيها الحكاية ديت. تمام، طيب عشان نبدأ نعمل التعديلات دي هاجي هنا في الاستراكشرال ستاتيك استراكشرال. هنا الأول قبل ما نعمل التعديلات ديت عايزين نحط الكونسترينز. تمام، طيب هبدأ احط الكونسترينز يلا. فهقول له اول حاجة support displacement، خلاص. بعد كده هختار الارياز. تمام، هختار الاريا بتاعت البيرنج بليت من تحت. طيب اقول له انت عايز ايه دلوقتي؟ طيب هنغير التعديل، هنخليها هنعمل حاجة الاول اسمها remote point. قول له insert ريموت بوينت اهيت. خلاص هعرف ريموت بوينت للنقطة دي، وريموت بوينت للايه؟ للجسم ده. الريموت بوينت دي عبارة عن نقطة بتبقى في المركز بتتحكم في البيهيفير بتاعت الحجم كله. بي بي 1 وهنا بيز بليت 2 او بيرنج بليت 2. هاجي هنا على الديسبليسمنت، هغير التعريف بتاعها اخليه من نيمد لا هنحذفها خالص، احذفها خالص كده ديليت، واغير التعريف بتاعها اخليه ريموت ديسبليسمنت من سبورت ريموت ديسبليسمنت. هلاقي عندي 6 ديجري اوف فريدم موجودين. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز امسكها في الاكس، وعايز امسكها في الزد، وعايز امسكها في الواي، ماشي، وعايز اسمح لها بس في الروتيشن حوالين اكس. فهنبدأ نصفر كله باستثناء الروتيشن، لا هنخليها فري، باستثناء الروتيشن حوالين اكس. تمام، يبقى احنا كده عملنا الرولر
الهنج المطلوب. طيب التاني انا عايزه يبقى ايه؟ عايزه يبقى رولر. ماشي، ممكن ناخد كوبي من ده، ناخد كوبي من ده كده اهو. القديم تقريبا في مشكلة في تعريف القديم، قلنا ريموت بوينت تمام، ونخلي النوع بي بي وان او الاختيار بي بي وان تمام. ممكن ناخد منه كوبي كده اهو، كوبي كل اللي احنا هنعمله ان احنا نستبدل الاختيار، هنخليه بي بي تو. ماشي، بعد كده انا عايز يبقى عايزه ممسوك في كل الاتجاهات، لكن يبقى كمان حر في الحركة في اتجاه الزد، يبقى حر في الحركة في اتجاه الزد كده، عشان تبقى الكاميرا بتاعتي فيكسد رولر او هنجد رولر. ماشي، نرجع بقى للي احنا كنا بدأنا فيه، بدأنا الكلام عنه المرة اللي فاتت. لا لسه كمان حاجة محتاجين نحط كمان اللودنج على البيرنج بليت. فانا هحمل بديسبليسمنت هي رأسية على المساحة دي، واخليها باتجاه الواي بمقدار سالب 10 ملي مؤقتا كده لغاية ما نشوف، هنقعد نجرب القيم بعد كده. طيب دلوقتي بقى عايزين ايه؟ عايزين نعمل الكونكشن. بكل بساطة نروح مختارين insert command في السوليوشن هنا، وهبدأ أحط شوية أوامر هنشوفها مع بعض. هيت ونبص كاتب بلاب بـ7، معناها ارجع لمرحلة الموديلنج تاني. سي ام سيلكت اختار طيب اختار، المفروض هنحط له هنا اللي هي النيمت سيلكشنز اللي احنا كنا سميناها، هي رينيم، وبعدين ناخد الاسم كوبي كده بالظبط كده، والتاني اللي هو بارز بارز تمام. يبقى البيمز اخترناها الاول، وبعدين نخلي ده اس معناه اختار من فروم فول، وار لا اولسو سيلكت معناها اختار بالإضافة للاختيار الموجود، also select البارز. نوت select اختار النوتس attached to the elements. بعد كده هنقول له اعمل ميرج للنوتس الكونسايد نوتس خلاص بتوليرانس 1 من 10000، 1 من 100000 خلاص. وبعدين اقول له all select all، اي رقم صغير يعني خلاص. هنعمل solve كده كتجربة ونشوف. بص كده هنلاقي البرنامج حل الحمد لله. هنقول له insert deformation total. اهم حاجة عندنا ان يبقى حصل فيه compatibility بين الخرسانة، زي ما شفنا لقينا حصل عدم اتصال ما بين الحديد والخرسانة في الفيديو اللي فات. طيب انا بدورت لقيت المشكلة في ايه، لقيت المشكلة انه لما بيجي اختار، لما بعمل name selection لل لما بعمل نيمت سيلكشن بالبار ما بيقدرش يختار الاختيار الصحيح خلاص. طيب فاحنا غيرنا نيمت سيلكشن، بدل ما اعتمد على نيمت سيلكشن في اختيار العناصر والنوتس تمام، هختار النيمت سيلكشن باسلوب تاني برقم الاليمنت. طيب اقول له اختار الاليمنت 65 الاول، وبعدين اولسو سيلكت الاليمنت 180، وبعدين اختار كل شيء بيحتوي عليه الاليمنت يعني النوتس، ما هو الاليمنت ما بيحتاجش غير حاجه غير النوتس، على حاجه غير النوتس. بعد كده اقول له اعمل ميرج للنوتس ديت خلاص. بعد كده نقول له سولف، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبص كده هنلاقي زي ما احنا شايفين السيخ حصل له تشكل مع الخرسانه المسلحه زي ما احنا شايفين كده تمام، مبين عليه الجريديانت بتاع اللود. طيب نقدر نزود الحمل كده ونعمل نغير شويه في السوليوشن اوبشنز. هخلي اوتوماتيك تايم ستيبنج اون بدل بروجرام تشوز، واخلي الانيشال ب 10، المينيمم ب 10، الماكسيمم ب 100،
خلي الانيشال ب 20 ماشي، وده ب 20. طيب الديسبليسمنت لود نخليه سالب 30 مللي، ونبدأ نحل اب تو فيلير. حصل يلدنج في الحديد زي ما احنا شايفين كده اهوت، تأثير البيلينج بريد ظهر. خلاص نقدر نزر الخرسانة كده ونشوف. شو بادي، ارجع هنا تاني. طبعا الرقم ده مضروب في سكيل جامد. طيب طبعا لو حطينا كانات الوضع ده هيتحسن جامد، احنا شايفينه ده. طيب نقدر دلوقتي نرسم ال load displacement curve، عايزينه لإيه؟ للمساحة ديت. فأقول له هنا بروب رياكشن، خلاص displacement ده هنا، اخترت الديسبليسمنت اسمها هنا، ممكن نعدل الاسم مفيش مشاكل. طيب انت عايز في الاول دايركشن ولا عايزين فين؟ هقول له لا عايزين في الواي دايركشن ماشي، وهنقول له كليك يمين ايفاليويت وريزلتس. خلاص هلاقي حصل ديسبليسمنت وبدا يحصل بعد كده تكونت البلاستيك هنج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو قللنا الحمل شويه الكيرف هيبقى احسن بشويه. طيب قلنا له هنا سالب 100 سالب 10، قول له سولف. زودت هنا الحمل، ظاهر هنا ان ايه مود فيلير عجيب شويه. طيب من الواضح كده ان الكاميرا ضعيفة جدا لدرجة ان ماشي، لدرجة ان البيرنج بليد بيغرز فيها. يراجع برضو كده على الانبوتس اللي عندنا، زودت انا النمبر اوف سايكلز هنا مفيش. متأكد ان الوحدات بالنيوتن مليمتر بتروح للسولفر بالوحدات دي. طيب هندرس كيس مختلفة شوية، عايزين نخلي الكاميرا بتاعتنا الاسبان بتاعها طويل شوية، او نقلل الدبس شوية بتاعها بحيث ان المود اوف فيلير فيها يبقى شير، او نعرض البيرنج بليت. هنجرب اول حاجة اسهل حاجة اللي هي تعريض البيرنج بليت. تمام زي ما احنا شايفين كده. الكاميرا بتاعتنا القديمة تعريض البيرنج بليت هيؤدي لتعريض البيرنج بليت في كل الأجزاء التانية، وده ممكن يقلل الزبان شوية. طيب ممكن عايزين نعرض مثلا، تعالوا نجرب، تعالوا نعرض البيرنج بليت مفيش مشاكل. نخلي عرض البيرنج بليت 300 تمام. ونخلي تخانة البيرنج بليت 50
ماشي. طيب نخلي مسافة الكوبي ديت ب 1900، احنا مش عايزين العرض، احنا عايزين الطول. سكتش، هنخلي العرض 200 زي ما هو، هو ده ثابت عرض الكاميرا المفروض. ماشي، خلي الطول اللي هو بيجي منين بقى، بيجي من الاكسترود، خلي 300. طيب هاجي هنا في باترن اللي هو بتاع البيرنج بليد ده، هخليه ناقص 950، هعتقد كده هيجي في نص الكاميرا. طيب وعندي الباترن بتاع الكابي بالظبط، هخليه 900 550. تمام كده بكل بساطة اهو، تظهر لنا قوة البرنامج، قدرنا نعدل في الموديل بكل بساطة. طيب ممكن كمان نقلل ارتفاع الكاميرا شوية، أو نزود الدبس بتاع الكاميرا شوية، نخليها 3 200، 3 متر و200. طيب نخلي ده على مسافة 2 متر 900، تمام، هنخلي ده على مسافة 1450 كده، أصبحت الكاميرا نحيفة زي ما احنا شايفين كده. هنقفل، كل حاجة هتبقى زي ما هي، بس اوتوماتيك البرنامج هيعدل. هنعمل solve، اوتوماتيك البرنامج بيعمل تعديل للمش. تمام برضو ظهرت مود فيلير عجيبة، بص كده على الحديد، نعمل ده هايد. طيب من الواضح ان موضوع الكنات يعني مقصر شوية، اتأكد من الريموت ديسبليسمنت اللي عندي، تمام الريموت ديسبليسمنت عندي ده ايه، ممسوك في كل الاتجاهات والروتيشن مسموح بيها ما عدا الروتيشن حوالين الاكس.
نفس الكلام. نكمل بناقص 10 مليمتر ونشوف. بص كده ظهر النون لينير بيهيفير بتاع الكاميرا. طيب برضو هيبقى عندنا برضو مشكلة في موضوع ان الانهيارات كلها بتحصل في البيرنج بليد. ممكن نشوف ايه المشكلة. الغالب المشكلة احنا لو بصينا هنا على تعريف الريموت بوينت، تمام، هنلاقي انه بيحدد مركز يتحكم فيه للنقطة دي. اللي حصل ان احنا لما طولنا الكاميرا المركز ده كان فين؟ كان في المكان بتاعه القديم. لو بصينا كده مثلا انا ممكن اخلي المركز ده مثلا 2050 ونشوف. شايفين؟ يبقى خلاص لما بيجي يعمل ابلكيشن للحاجة بيعمل ابلكيشن للريسترين في النقطة دي. طيب يبقى لازم نتأكد لو احنا عملنا تعديل للموديل واستخدمنا اللي هي الريموت بوينت، نتأكد ان المركز موجود في سنتر الجسم اللي احنا عايزين نتحكم فيه. تمام كده نقدر نعمل سولف دلوقتي ونشوف. بالظبط هنلاقي الكاميرا بتاعتنا شكلها طبيعي جدا، كل حاجة تمام خلاص. تقريبا في البيز بليت او البيرنج بليت مترحل شوية في الناحية دي، الناحية دي مترحل شوية. ممكن نروح نتأكد من الأبعاد في الجيومتري. ادي الباترن بتاعه اللي احنا حركناه فيه، هو ده الباترن تقريبا. هو ده تمام. عندي الباترن اللي قبله بنحرك ده 2900، المفروض احرك ده نص المسافة 2900 على الاتنين 1450، يبقى فعلا 1450. انا ما عنديش اي خطأ في التعديل. هنبص على الموديل تاني. تمام لسه برضو عندي خطأ تقريبا. عملت انا الخطأ ده في ال وانا بختار النقطة. هختار الفيس تاني، ادي فيس 1 وهختار هنا مشكلة في فيس 2 برضه محركش النقطة. طيب المفروض البليت 150 300، يعني نص عرضه 150. المشكلة كلها في إحداثي زد. بالظبط أنا كده جبت النقطة في منتصف الكاميرا. هنقدر دلوقتي نحل ونشوف. بالظبط الحمد لله حصلنا على الديسبليسمنت تاني. تقريبا أنا كنت عملت حاجة غلط. ديسبليسمنت منطقي، نقدر نبص كده. طيب نقدر نجيب الرياكشن، انا برضو كنت حذفته، وقفت الفيديو وحذفته، فنقدر نجيبه تاني. نقول له انسيرت، او ممكن من هنا بروب ونقول له
رياكشن فورس رياكشن، واختار الديجري اوف فريدم اللي انا عايز اجيب ليها. طيب انت عايزه فين؟ هقول له عايزه في اتجاه واي، نشوف نقول له ايفاليويت، هلاقي الرياكشن جاي عندي هنا. تقريبا ما فيش نقط كتير للحل، دوس على تابيولر عندي نقطة واحدة. طيب نقدر نخلي الحل يحصل على مراحل، يعني نون لينير سوليوشن، هنقول له 10 و10 المينيمم، ونخلي الماكسيمم 100، 20، نخلي الكيرف بتاعنا دقيق شوية، ونخلي المينيمم 20 برضو. نقول له سولف، نخليها 100، مش يبقى 100 الانيشال، وبعدين هتتزايد هتتزايد بحيث ان عدد النتائج يبقى كله 20. نقول له سولف، طبيعي هياخد شوية وقت اكتر شوية عن كل مرة. نقدر نتابع النون لينير سوليوشن من هنا، هنبص على الفورس الرياكشن، هنلاقي كيرف ظهر بالشكل اللي احنا شايفينه. خلاص اهو كانت الكاميرا شغالة لغاية ما حصل فيلير والبليت اخترق اخترق الكاميرا. طيب ده طبعا راجع لاختراق الكاميرا ده لايه؟ لان الانسز ورك بنش بيقدر يكمل الحل، الانسز العادي ما بيقدرش يكمل الحل في المرحلة دي. فممكن ده الايه اللي سبب الموضوع. وظهر عندنا هنا ان الكاميرا ده ما بيحصل انهيار بترجع زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا ممكن ناخد نبص، لو بصينا على الحل كده ممكن ناخد لغاية displacement point 2، 25% من الواحد اللي هو اقصى حمل عندنا، يعني هناخد displacement عند 2.5 سالب 3 مللي، ونبص صغر displacement خالص. بالظبط كده الكيرف بيزيد 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 لغاية ما بيوصل عند حد معين بيقل، هي القيمة هي بتزيد وبتفضل عند بتوصل لقيمة معينة وبعدين بتقل تاني. طبعا النتائج دي عايزة اناليسز اكتر وبرامترز يفضل الواحد يدرس فيها ويشوف سبب البيهافير ده ايه. تمام ممكن نعمل كده ريتريف، بنبص كده هنلاقي الرياكشن بيزيد زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بيقل، وبعدين بيرجع يزيد تاني. طيب كده قدرنا نعمل كاميرا خرسانية، او عملنا مدخل للناس يقدروا يطوروا الاسلوب اللي انا عملته الكاميرا الخرسانية. طبعا احنا زي ما قلنا في كذا طريقة لعمل البوند ما بين الحديد التسليح والكاميرا. انا كتبت هنا الطريقة اللي هي الكابل سيت، ان انا بمسك كل نقطتين وبعمل كونسترين ليهم في كل الاتجاهات. في كذا اسلوب تاني، في اسلوب اللي هو كومبايند اليمنت، ده اسلوب دقيق جدا ممكن من خلاله تدخل منحنى البوند مع الديسبليسمنت، البوند فورس مع الديسبليسمنت لحديد التسليح اللي بنجيبه من منحنى البول او التست، ويبقى تطوير اكتر بعد كده ان شاء الله. فيما بعد انا ممكن ادخل الكود بتاعه او انزل الكود بتاعه للناس لو حد عايز يستخدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.